من منطلق حرص الدولة على التصدي الحاسم لمخالفات التعدي على أملاك الدولة والبناء العشوائي والبناء على الأراضي الزراعية، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك المخالفات والتعديات على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ونجحت هذه الحملات في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا الصدد بتمكنها من تأمين إزالة العديد من التعديات وتسوية تلك المخالفات بالأرض إعلاء لهيبة الدولة وسيادة القانون، وفي تأكيد واضح على عدم تهاون الدولة مع المخالفين الذين يحاولون استغلال انشغال الدولة بمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا لارتكاب تلك التعديات. في إطار تصدي أجهزة وزارة الداخلية لجرائم الاستيلاء على أموال الدعم، فقد وردت معلومات للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة أفاد قيام 3 عاملين بإحدى شركات البترول بالفيوم بالتواطؤ مع صاحب محطة لتموين السيارات والاستيلاء على كمية من المواد البترولية بنزين 92 تقدر بحوالي 72,000 لتر وإثباتها دفتريا على أنها بنزين 80 والاستفادة من فارق السعر لصالحهم. عقب تقنين الإجراءات نجحت الإدارة بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم في ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.